صاحبي الانتاج وبعد ذلك اشواط مفتوحة. انطلق اول اشواطنا هذا الصباح وهو شوط انتاج يحمل ميدان دستور هذا العدد وهذا النصاب مشاهدينا الكرام على ارضه. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمنتجين مباشرة مع هذا التجمع ومع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع في مقدمة هذا الشوط. اذا بنشوف رقم الاولية بنذيعه. المركز الاول ظن للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الاشتبي، بينما من الجانب الاخر الشاهينية للسيد عيسى بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثالث اللي هي معزه للسيد لاهوم بن طالب بن محمد بن شريم المري من دولة قطر شقيقة، بينما المركز الرابع رهف للسيد احمد بن محمد بن كراز المهيري، والمركز الخامس اللي تحتله حرارة للسيد سيف بن علي بن معيصم الاشتبي. المركز السادس الطيارة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، والمركز السابع مشاهدين الكرام حربة لعبد الله بن محمد بن نعيف العامري. المركز الثامن اللي هي مياسة للسيد محمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري، والمركز التاسع منوة للسيد أحمد بن علي بن نواس الاشتبي. المركز العاشر آخر اسم مذاع في النداء الأول الضبيلي عوض بن حمد بن عبلان الاشتبي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام، 1800 متر على خط النهاية مع أول أشواطنا أشواط الانتاج لسن الحجايج على أرض ميدان دستور في المرموم وعلى الهواء مباشرة. أيها الأخوة نرحب بكم عبر قناة دبي ريسنج الناقلة لهذه المنافسات. نعود إلى مقدمة الشوط حيث نرى رهف للسيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري في المقدمة تحتل صدارة هذا الشوط، بينما المنافسة لها في هذا الشوط شاهينية لعيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، وفي المركز الثالث حربة لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن نعيف العامري. المركز الرابع دخول من الطيارة لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وخامس المراكز ضيفتنا من دولة قطر الشقيقة و1200 على خط النهاية معزة لسيد لاهوم بن طالب بن شريم المري. المركز السادس ناصية لمحمد بن عيسى بن خميس الخيالي، والمركز السابع اللي هي ظن لمحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاجتبي. المركز الثامن منوى لأحمد بن علي بن واس الاجتبي. المركز التاسع مياسة محمد بن مطر بن سعيد بن مطر المهيري، والمركز العاشر للسيد محمد بن عتيج بن عرطي اللي هي مكسب عتيج بن سالم بن عبيد بن عرطي. هذه نتيجتنا محمد بن عتيج بن سالم بن عرطي. يا سلام، نعود الى مقدمة الشوط 800 متر وارى ضيفنا على ارضي مقدمة هذا الشوط وميدان دستور معزة للسيد لاهوم بن طالب بن شريم المري على موقع المعزة مكانة المعزة والناموس. لاهوم بن شريم المري 600 متر على خط النهاية، لكن الله يا سلام، ناصية نصت المقدمة، ناصية محمد بن عيسى بن خميس الخيالي خطفت المركز الأول، انتزعت الناموس، انطلقت بقوة، ناصية بينما معزة للهوم بن طالب الشريف في المركز الثاني، والشهرية في المركز الثالث عيسى بن أحمد مطر مايد الخيالي. سلام عيناوي سلام مع ناصية. إلى ناصية نتجه، نتابع، نراقب مشاهدينا الأعزاء. ناصية للسيد محمد بن عيسى بن خميس الخيالي، تهانينا والناموس مع أول الصباح هذا اليوم وأول أشواط الإنتاج. تهانينا لأهل النايفة، سلامنا وتحياتنا لأخواننا في النايفة. سلام يا النايفة، سلام. تهانينا والناموس للسيد محمد بن عيسى بن خميس الخيالي. المركز الثاني معزة لهم من طالب شريم المري. المركز الثالث الطيارة سعيد بن مطر محمد الرميثي. المركز الخامس شاهينية عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمركز الخامس اللي هي المركز الرابع، يلا نشوف اللي تليها. ايضا هناك سرايا لهلال بن بطل محمد الغفري. هذه النتيجة نوفقنا اللي وصلا في المقدمة وفي المراكز الاولى مشاهدينا الكرام. نشوف التوقيت لهذه البكرة
الحجة اللي اسمها ناصية، ناصية تقطع 3 كيلومترات في هذا الصباح بتوقيت 4:35، جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك ناصية محمد بن عيسى بن خميس الخيلي، وسلام يا أهل العين كافة وخاصة أخواننا أهل النايفة. المركز الثاني معزة هي من وصلت في المركز الثاني للسيد لاهوم بن طالب بن شريم المري، تقطع المسافة في 4:38 وثلاث أجزاء من الثانية. التهاني والترحيب بضيفنا لاهوم بن طالب بن شريم المري من دولة قطر الشقيقة. المركز الثالث سعيد بن مطر الرميثي اللي فاز المركز الثالث، توقيتها 4:38 خمس أجزاء من الثانية. اللي فازت بالمركز الرابع اللي هي سرايا الهلال بن بطي بن محمد الغفلي، والخامسة الشاهينية لسيد عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي.